ظاهرة الجفاف التي تشهدها معظم مناطق النيجر تهدد الأمن الغذائي للساكنة التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي بمعدل 80% على الفلاحة والزراعة. سكان مناطق دامار الواقعة بالبلدية الريفية ليوري يعانون من شدة الحر والفقر بعد أن أتلف الجفاف محاصيلهم الفلاحية وثروتهم الحيوانية. المرأة في هذه القرى وتحت شمس حارقة تقطع المسافات مشياً على الأقدام في رحلة بحث شاقة على مصدر يروي عطش عائلتها وحيواناتها ولسقي نباتها كلما اكتشفت مصدراً للمياه. لدينا العديد من أنواع الجفاف وتتباين التعاريف والمفاهيم حسب الظروف المناخية. هناك جفاف خاص بنقص منسوب المياه الجوفية، وهناك جفاف خاص بنقص الأمطار، وهناك الجفاف الحاد كلما تراجع احتياط الماء ولفترة طويلة. ولمواجهة ظاهرة الجفاف وندرة المياه لجأ المختصون في النيجر إلى تقنية استحداث الأمطار عن طريق السحاب الاصطناعي باستعمال طائرات ومواد كيميائية قابلة للتفاعل للإسراع في تساقط المطر. نعتمد منذ فترة على تقنية جديدة وحديثة باستعمال مواد كيميائية بواسطة الطائرات، مما يعجل بتساقط الأمطار الاصطناعية عن طريق السحاب الاصطناعي، وهو ما سيسمح من تقليص فترة الجفاف. وتبقى موجة الحر والجفاف من أكبر التحديات التي تتعرض لها عدة دول إفريقية. ثمانون من المئة من الأراضي الفلاحية التي تراجعت في العديد من دول غرب إفريقيا بسبب الجفاف. بوركينا فاسو من بين هذه الدول التي تواجه أزمة مياه خطيرة قضت على الأخضر واليابس. بمنطقة ويوغيا التي عرفت نزوحا كبيرا لسكان فارين إليها من عدم الاستقرار والأمن ليواجهوا أزمة الماء والجفاف، هنا النسوة يقضين نصف يوم من أجل ملء دلو لا يتجاوز 50 مللتر. الأمر صعب جدا، نأتي إلى هنا منذ 5 صباحا، أحيانا نجد الماء وأخرى لا، وأحيانا نضطر إلى شرائه. العديد من القرى جفت آبارها ومنابعها فانعكست على الأرض الفلاحية والحيوان، وضعية تكيف معها الأهالي ليضعوا نظاما لاسترجاع الحياة للأرض من أجل الموسم الفلاحي. الأرض هنا فقيرة، نحن بحاجة إلى تقنيات من أجل تحصيل غلة جيدة. نضطر أحيانا إلى استخدام الأسمدة العضوية والكيميائية لإعادة الحياة إلى الأرض وتحضيرها للموسم الفلاحي. وفقا للأمم المتحدة تصاعدت النزاعات بين الرعاة والمزارعين حول الموارد الطبيعية المتناقصة لتدخل بوركينا فاسو في أزمة أخطر من أزمة السلاح. أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة تدعمت بها هذه الحقول في دوهينيا بغانا في إطار شراكة بين البرنامج الكوري للزراعة الدولية ومجلس البحوث العلمية والصناعية، أصناف تساعد الفلاحين الذين يعانون من غلاء الحبوب ونقص المعدات وكذا تراجع جودة المحصول. We have chosen 4 out of the varieties. اخترنا أصناف أرز تناسب تكوين التربة، أرز أجيابا وكوريامو وأمانكواتيا والياسمين، خاصة أنها أصناف يتطلبها السوق. عدم توفر آلات الحراثة والحصادات تجعل العمل صعبا ويحد من الإنتاج الفعلي للسوق.
هذه الشراكة من شأنها نقل وتبادل الخبرات الزراعية وتوفير بذور أرز ذات جودة بإمكانها مضاعفة المحصول بثلاث مرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام. إن برنامج الأرز الكوري يهدف على وجه التحديد إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل واردات الأرز وزيادة أرباح المزارعين المحليين. وضمن هذه الشراكة استفادت 8 دول إفريقية من دعم بمقدار 2000 طن من البذور هذا العام وصولا إلى 10,000 طن بعد 4 سنوات، وهو ما سيكفي لإطعام حوالي 30 مليون شخص في الدول النامية سنويا. تحتل المهارات المهنية أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي وفي مستقبل مسيرة الازدهار والتطور في جميع دول العالم، لتهيئة جيل جديد قادر على تقديم مشاريع إبداعية تدعم النمو الاقتصادي لبلدهم. تحتضن أكرا بغانا مسابقة المهارات العالمية، والتي تهدف إلى تشجيع التكوين والتعليم المهني وتجهيز الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في المجالات التي يختارونها: التصميم الجرافيكي، الطبخ، البناء، النقل، اللوجستيات، الهندسة، الإلكترونيك، الأزياء، الفنون الإبداعية ومجالات أخرى. تضمها المسابقة التي يتنافس فيها أزيد من 368 متنافسا مشاركا في عمل فردي أو ضمن فريق أو مجموعات تعمل في مشروع مشترك، يخضع لتقييم لجنة تحكيم مختصة في هذا المجال. هذه المسابقة تمنح للشباب المشاركة 3 فرص: فرصة لتعلم المهنة واحتكاك بالمشاركين من مختلف الدول واختيار الوظائف المستقبلية وخلق فرص العمل والاستثمار في مشاريعهم. المسابقة مناسبة سانحة للاحتفاء بالتميز وتسليط الضوء على أهمية المهارات المهنية، كما أنها فرصة لا تضاهي للتشارك المعارف والخبرات والفرص الواعدة في المجالات المهنية، كما تتيح لهم الفرصة لإظهار المواهب والمهارات في المجالات التي يختارونها.